يعني صراحة ترامب ما بيقدر يفوت فرصة إلا ويتمسخر على منافسيه ويستفزهم. مقابلة كامالا هاريس مبارح كانت مادة خام لترامب ليعلق عليها بكلماته الشهيرة. هالمرة يعني ترامب ما زاد الجرعة كتير، اكتفى بكلمة واحدة علق فيها على مقابلة كامالا وكتب على منصته تروث سوشيال كلمة واحدة فقط واللي هي مملة. طبعا كلنا بنعرف مين بيقصد بهالكلمة. مشاهدينا، مش بس ترامب اللي تمسخر على كامالا، ايضا حملته الانتخابيه ما مرقت مقابلتها بسهوله. جيسون ميلر المتحدث باسم حمله ترامب قال بانه المقابله كانت قصيره وما كملت النص ساعه، وانه قناه سي ان ان ما قدرت تخصص ساعه كامله للمقابله وحذفت كثير من اجاباتها لتغطي عليها، بالاضافه لانهم انتقدوا جلوس نائبها تيم وولز بجانبها وكأنه عم يرعاها بحسب وصفهم طبعا. طيب مشاهدينا، خلونا نحكي عن مقابلة هاريس شوي. يعني هي حكت عن أكثر من موضوع، مثل خطتها الاقتصادية، مثل تسريح إسرائيل، وقف النار بغزة وغيرها. حكت أيضا عن تأثرها لحظة انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من الترشح. ولكن بعيدا عن المقابلة، هاريس بالفترة الأخيرة كانت عم تواجه انتقادات كثيرة عن حملاتها وأنه كل همها تصير ترند، بالإضافة لأنها عم تستعين بمراهقين وشباب صغار ليساعدوها بهذا الشيء. تفاصيل أكثر رح أحكي فيها مع ضيفي. معنا من نيويورك الكاتبة الصحفية نادين ساندرز، أهلا وسهلا فيك معنا بمنصات. يعني شهدت المقابلة الأخيرة اللي أجرتها كامالا هاريس جدل وتفاعل كبير على الساحة السياسية الأمريكية وأيضا على السوشيال ميديا. أولا، كيف توصف المقابلة بشكل عام؟ يومك سعيد وكذلك المشاهدين الكرام. بالتأكيد المقابلة سيكون لها أصداء مختلفة في كلا الحزبين، الديمقراطي أو الجمهوري، أو ممن ينتمون إلى هذين الحزبين إن لم يكونوا سياسيين. المقابلة بالتأكيد هي لها إيجابيات ولها سلبيات. وجود كامالا هاريس في هذه الحملة الانتخابية في وقت متأخر ومفاجئ تقريبا، ظهورها على ساحة الانتخابات ومفاجئ، ولذلك تحضيراتها لموضوع اللقاءات والخطابات هو ليس ذو تاريخ تدريبي أو حتى دعينا نقول ممارسة. يعني حتى عندما كانت نائبة رئيس هي كانت بعيدة عن الأضواء، لم تظهر كثيرا على شاشات الإعلام، والآن فجأة هي مرشحة لتكون رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وعليها أن تقدم ما في جعبتها. نحن لا ننسى أنها امرأة ملونة تواجه كثير من الانتقادات، تكون مرشحة بدلا عن الرئيس بايدن الذي انسحب مؤخرا، فهناك عدة معتركات تخوضها لتكون بذاك المظهر الذي يحبه الأمريكيون، ولكنها فضلت أن تكون نفسها، أن تكون ذاتها، أن لا تكتسب. يعني ليس هناك تظاهر في طبيعتها، ولذلك نرى هناك كثيرا من الشوائب في هذه المقابلات. إنما بالتأكيد الديمقراطيون ما زالوا رغم كل الانتقادات من قبل الجمهوريين، بالتأكيد كل ديمقراطي تقريبا يرى أنها تفعل جيدا، أنها مؤهلة لأن تكون طيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يغير رأيه في هذا الموضوع. طيب نادين، خلينا نحكي عن هذه المقابلة بأكثر من نقطة. أول واحدة، أنه العديد اليوم من المحللين والسياسيين بشكل عام وجهوا انتقادات حادة لطريقة إدارة هذه المقابلة. يعني البعض وصفها بأنه كانت قصيرة جدا وغير كافية لتقديم رؤية واضحة. شو رأيك بهالنقطة؟ يعني مبدئيا هم انتقدوا أنها لم تقدم تفاصيل عن خطتها، سوى أنها تريد أن تكون إيجابية وتنظر إلى الأمام وتريد أن الأمريكيين أن ينظروا إلى الأمام، ولكن بالفعل هي قدمت بعض التفاصيل. تحدثت عن موضوع الهجرة وكيف أنها قدمت خطة سابقا مع رئيس بايدن
بتوفير 1500 مسؤول على حدود الهجرة ليضبطوا الموضوع، ولكن ترامب عطلها في الكونغرس. إذا لديها خطة بهذا الموضوع، قالت أنها ستنفذها فور وصولها إلى البيت الأبيض. نفس الشيء بالنسبة للطبقة المتوسطة، تحدثت عن أنها كيف ستدعمهم. ما لم تفنده هو كيف سترفع الاقتصاد الأمريكي، كيف تزيل التضخم، أو تحدثت عن كيف كان الوضع خلال بايدن وأنهم استطاعوا أن يخفضوا التضخم بنسبة 3%. إنما كل تلك التفاصيل أعتقد أن الناخبين الأمريكيين الذين قرروا أن ينتخبوا كمالا يعتقدون أنها ستستطيع معالجة هذه الأمور حين تكون في البيت الأبيض فعليا. أما بالنسبة لترامب فإنه يوجه الكثير من التفاصيل حول كيف سينهض بالاقتصاد الأمريكي، ولكنها كلها لصالح الأثرياء وتبدو أنها على حساب الطبقة المتوسطة. هذا ما يثير أيضا بعض الشكوك تجاه خطة ترامب حتى في الاقتصاد. نادين، في نقطة أخرى اليوم كتير كانت مثيرة للجدل بهذه المقابلة بتخص المونتاج أو حذف بعض الإجابات منها. اليوم الكثير من الأشخاص شككوا بسي أن أن بأنه هي تقصدت تحذف بعض إجاباتها. هل بتشوفي أنه هذا الحذف كان متعمد لإخفاء نقاط الضعف بإجابات هاريس؟ لا أعتقد أنه عندما تقوم أي شخصية سياسية بعمل لقاء تلفزيوني مسبق التسجيل، يعني هو لم يسجل مثلا قبل 7 أيام أو قبل 3 أيام، يسجل في ذات اليوم وحصل عليه بعض المونتاج، يعني هذا التعديل بيكون لحذف الإرباكات ربما التي حصلت خلال التسجيل، بعض الأشياء التقنية لا أكثر. لا أعتقد أنه حذفوا شيئا مما تقوله وقد يكون مهما، يعني إنما ترامب يصطاد في تلك النقطة، رغم أنه سبق وأن سجل لقاءات وظهرت له لقاءات مسجلة. يعني ليس الغريب، من الغريب أنه نسمع لقاء مسجل كمالا هاريس، خصوصا يعني CNN تراعي أن كمالا هاريس تقوم بهذه اللقاءات لأول مرة وفترة ضيقة جدا من التحضير، فبيعطوها فرصة أو يعني مساحة لتكون مرتاحة أكثر شوي خلال اللقاء بأنه يقولوا لا أنه نحن مو مشكلة بنعمل المونتاج إذا صار في أي مشكلة. إنما كان التسجيل مقارب جدا لوقت العرض على الهواء مباشرة، يعني لم يكن تسجيل محضر وكيف تتحدث وهذه النقطة صح وهذه لا تجري الأمور بتلك الطريقة. طب خلينا نحكي شوي عن الانتقادات الكثير اللي عم تتوجه لهاريس مؤخرا، وتحديدا لهاريس وحملتها الانتخابية. واحدة من هذه الانتقادات هو الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وأنه هاريس دائما بتحاول بشكل مستمر أنها تكون ترند. شو رأيك؟ برأيي أن ترامب بيحاول أكثر أن يكون ترند، يعني احنا شهدنا ذلك على مدى السنوات السابقة منذ أن أصبح رئيسا وخلال فترة رئاسته وبعد ذلك وحتى قبل ذلك، وقبل ذلك عندما كان يقوم ببرامج تلفزيونية، وحتى الآن استشهد بأنه سيطرد الموظفين الذين في الإدارة الأمريكية تماما كما كان يطردهم على برنامجه التلفزيوني. فترامب هو ملك الترندات في هذه النقطة، ولكن عندما كمالا هاريس تريد أن تستخدم السوشيال ميديا، أعتقد في هذه الـ يعني في هذه الأيام، وأن السوشيال ميديا مسيطرة على الجميع، متواجدة على جميع الهواتف أكثر حتى من وسائل الإعلام المعتادة، فطبيعي أن تستخدمها للترويج. بالنهاية الحملات الانتخابية هي حملات ترويجية، يعني كل شيء يعتمد على الطرح واستخدامه. استهداف الموضوع المراهقين، أيضا ترامب استهدف المراهقين، أكثر من صوتوا لترامب في الانتخابات الماضية كانوا من المراهقين التينيجرز، يعني كانوا بعدهم في بالجامعات ولسه ما تخرجوا، يعني فموضوع طبيعي. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات من نيويورك، الكاتبة الصحفية نادين ساندرز.